واليوم بعد حتى لو سوينا يا طول العمر والسلامة حتى روحنا الأسبوع الثالث والله فاتكم. أول شيء الحمد لله على سلامتكم. الله يسلمك. الحمد لله على السلامة وجيتوا بالسلامة عشان إيش؟ عشان إيش؟ عشان الدراسة. بشروا كيف كانت رحلتكم؟ ممتازة الحمد لله. عشانكم يعني رجعتوا كذا عشان الدراسة صار مودكم ماش؟ الواحد يجي يستعد إنه يتعلم ها؟ يجي يدرس. لا صراحة جزاك الله خير غيرت الحين كل مودي. يعني راجعين من السفر المفروض مبسوطين وخذيتوا ها راحتكم وكفايتكم وانبسطتوا الحين وقت الجد وقت انكم تشتغلون وعلى انفسكم تدرسون. تصدقون؟ خلاص صح ما دخل روح المدرسة. هو ترى يبي يسمع كلام زي كذا بس ما راح يسمع ان شاء الله. يعني ما تروح المدرسة؟ خلاص بنروح. اسمع اسمع يلا 1+1 يساوي كم؟ 3. وش الإجازة اللي غيرت الجدول الضرب كله؟ ها؟ هذا مو جدول الضرب، هذا مو جدول الضرب، مو جدول الزائد. أنا أقول 1+ في جدول الزائد. جدول الزائد؟ شلون جدول الزائد؟ لا والله صادق لازم نروح المدرسة الصراحة. لازم تروح المدرسة تستذكرون الأشياء اللي خذيتوها وتراجعونها وأيضاً تستفيدون من الأشياء إيش؟ الجديدة اللي تعلمونها. عاد تصدق؟ ها؟ نواف من كثر ما هو زعلان نايم بالبيت ما جاء. نواف نايم سحب علينا. شبكة المجد القنوات الآمنة للأسرة.